كنت خايفة على ابني وخايفة على نفسي كرجاء حسين ما عملش زي بعضهن. عاجل وفاة رجاء حسين بسبب هذا المرض الخطير يحزن الجمهور، وآخر ظهور لها مؤثر جداً. توفيت صباح اليوم ثلاثاء الممثلة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز 84 عاماً بعد صراع مع المرض. وأكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب الجيزة بعد صلاة ظهر اليوم، وسيوارى جثمانها بمقابر العائلة. فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية للصدق والإخلاص والفهم. يشار إلى أنه ولدت الفنانة الراحلة في الأول من فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، وعملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما. ومن أبرز أفلامها أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة. وفي التلفزيون شاركت بمسلسلات الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا. وقدمت 5 أفلام مع يوسف شاهين، وتزوجت سابقاً من الفنان سيف عبد الرحمن، وهي شقيقة الفنانة ناهد حسين، كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية. لا بحبها ولا بحب الفيسبوك ولا بحب الكلام الفارغ ده. بس كل كلمة انت بتقوليها الناس كلها بتأكد عليها. وكانت الفنانة رجاء حسين قد خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في المعدة، كما كانت تعاني من مشكلات في الكبد. وكانت أكدت أنها تعاني من ارتفاع انزيمات الكبد التي أثرت على صحة المعدة بشكل كبير، مما أدى إلى دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة منذ شهر. وما لا يعرفه الكثير عن ارتفاع انزيمات الكبد يحدث بسبب وجود التهاب أو تلف خلايا الكبد، ومن الممكن أن تسهم العديد من الأمراض والحالات المرضية في ارتفاع انزيمات الكبد، حيث يحدد طبيبك السبب من خلال مراجعة الأدوية ومؤشرات المرض والأعراض. لذلك لابد أن يخضع المريض لعدد من الإجراءات والتحاليل لمعرفة سبب الإصابة بهذا المرض. مش عارفة أقول لك إيه، يعني هم بمثابة أولادي جميع الشخصيات. يشار إلى أن الممثلة المصرية الراحلة كانت أثارت جدلاً واسعاً بسبب آخر ظهور لها قبل وفاتها، والذي جاء في حفل توزيع جوائز الدورة 24 من مهرجان القومي للسينما المصرية في دار الأوبرا في القاهرة. وظهرت الممثلة رجاء حسين في عدة لقطات في حفل توزيع الجوائز، ولفتت الانتباه في أحدث ظهور لها بعد تلقيها تكريماً خاصاً في الحفل، ولكنها أقلقت الجمهور على حالتها بعد ظهورها بنحافة مفرطة في الصور.